طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. موقع أخباري يتساءل لماذا تباطأت بريطانيا عن تقديم مشروعها بشأن اليمن لمجلس الأمن. ومن يمن الغد فرقة فنية يمنية انتقادات الجمهور لن توقفنا عن الغناء. ومن أخبارنا المنوعة قرية للنساء فقط شمالية سوريا. أهلا بكم. خبر تداولته المواقع المحلية على نطاق واسع وهو مرتبط بعدد كبير من الأهالي الذين تم نسيانهم لفترة لكنهم الآن يحظون باهتمام رسمي وعنون موقع يمن مونيتور. الحكومة اليمنية تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين في عموم محافظات البلاد. وقال الموقع أن الحكومة أعلنت عن بدء صرف معاشات جميع المتقاعدين المؤمن عليهم لديها في جميع محافظات البلاد بما في ذلك الخاضع لسيطرة الحوثيين. وقال رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار أن الهيئة استكملت كافة أعمالها لصرف معاشات جميع المتقاعدين وسيتم مشروع في الصرف اعتبارا من الخميس. وأضاف أن الهيئة قد قامت بتحويل كافة مستحقات المتقاعدين لشهر نوفمبر من حساب الهيئة بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لصرفها عبر فروع الكريمي في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. واصلت السلطة المحلية بمديريات محافظة مأرب الحملة الموسعة لضبط الأسعار بعاصمة إقليم سبا وعنون موقع مأرب بريس حملات موسعة لضبط الأسعار بمأرب. وقال القائم بأعمال مدير عام مديرية مدينة مأرب ناصر حسين مثنى بعد أن انهينا ملف تجار المواد الغذائية وأحلنا أكثر من 10 من كبار تجار المواد الغذائية أو كبار تجار المواد الغذائية بالجملة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلاعبهم بالأسعار والنظر في مخالفاتهم. وأضاف اليوم نبدأ المرحلة الثانية للحملة لضبط الأسعار لدى تجار مواد البناء وستشمل عددا من القطاعات وفق الخطة المرسومة للنزول. مكتب الصناعة أكد أن الحملة تسير بحسب ما هو مخطط لها وأنها لن تستثني أحد وسيخضع كل المتلاعبين للمساءلة القانونية. عن الدولة العميقة يكتب سيار الجميل مقاله في العربي الجديد مضيفا في فقرات من المقال. الدولة العميقة مصطلح جديد لا تصادفه في موسوعات العلوم السياسية سابقا، بدأ توظيفه أخيرا وقد فسره المؤرخ الأمريكي كريك كراندون على أفضل ما يكون بوجود حكومة خفية تآمرية عميقة في أحشاء الدولة تمثلها مراكز قوى أو سلطة دينية أو اجتماعية مخفية عن الأعين تعمل ضد المصالح الوطنية لتكبح تطور الدولة دوما وتقيدها وتسلب مواردها بشتى الوسائل فتعرقل نمو المجتمع، والمشكلة أنه ليست هناك أي قدرة لمؤسسات الدولة الراسخة يمكنها إيقاف الشرور العميقة وتحجيم دورها أو حتى التقليل من أثرها في دولة قوية وكبيرة. فكيف الحال إذا كانت المؤسسات عاجزة في دولة فاشلة؟ ويقال من خلال الفكر المقارن إن توصيف الدولة العميقة اليوم هو مضاد للدولة الفاضلة التي حلم بها الفلاسفة الأوائل منذ عصر الإغريق. الكتابات عن الدولة العميقة ذكية وجريئة وغامرة واستقصائية، وأغلب أصحابها من اليسار الجديد في انتمائهم الذي لا يقبل الدسائس والمؤامرات والارتباطات المشبوهة النيوليبرالية والقوى الخفية المقنعة التي تكون وراء كل الاضطهادات التي تتعرض لها الشعوب المقهورة وسرقتها، كما أن الحالة العميقة لا يعيشها إلا الأشرار الذين ليس لهم إلا البطش والاستلاب والتآمر والتغلغل تحت مسميات لامعة ما عانت منه بعض مجتمعاتنا العربية عند بدايات القرن الحادي والعشرين، وخصوصاً عندما سلبت منها ثوراتها ونكل بأبنائها أولاً
وسحقت إرادة شعوبها ثانيا وأوطانها ثالثا، وتبعثرت خيراتها ومواردها رابعا، كما دمرت مدنها وبنياتها التحتية والفوقية خامسا. هذا الذي عانته بعض مجتمعاتنا العربية وقع من خلال حالات عميقة بأدوات قذرة، ونسجت قوى شريرة أهدافها نسيجاً شاسعاً في التفسير الاجتماعي لتدمير بلداننا وجعلها تقع في مجال عمل سلالات شريرة. تباطأت بريطانيا بتقديم مشروع قرار دولي جديد بشأن اليمن إلى مجلس الأمن بعد أن كانت تحاول بشدة من أجل اعتماده خلال وقت قصير، ويعنون الموقع بوست. لماذا تباطأت بريطانيا عن تقديم مشروعها لمجلس الأمن لوقف حرب اليمن؟ وقال دبلوماسيون إن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بينها الولايات المتحدة تخشى من أن يعرقل ذلك جهود الأمم المتحدة لعقد محادثات السلام اليمنية. وقبل أسبوع كانت بريطانيا قد وزعت مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن من أجل التصويت عليه لاحقا. يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة وجميع الجبهات، وكذلك وقف جميع الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية في اليمن، كما يدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على دول الجوار. وكانت رويترز قد تحدثت عن اطلاعها على مذكرة أشارت فيها أمريكا إلى أنها غير مستعدة للتحرك بشأن مشروع القرار لحين انعقاد محادثات السلام. وجاء في المذكرة: نتطلع إلى المباحثات المستمرة خلال هذه الفترة الحرجة، وسنواصل مراقبة كل من الوضع على الأرض والتقدم صوب المحادثات عن كثب. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال إن المحادثات بشأن المشروع جارية، وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن، فيما رفض الحوثيون ذلك التوجه البريطاني الذي يدين استهدافهم دول الجوار بالصواريخ. ارتبط الرحيل بحياة الإنسان عموما والإنسان العربي على وجه الخصوص، هذا ما يقوله محمد جميح في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: الرحيل يجسد البحث عن الماء، عن الحياة، عن التجديد، إنه يمثل السأم من متلازمات الزمان والضجر من حدود المكان والبحث عن المجهول ومحاولة الالتحام بالدروب، حين تكون الرحلة هي الهدف الذي يصبو إليه الراحلون، وحينها يكون الرحيل أجمل من الوصول، لأنه يحدث أن تكون المتعة موجودة في الطريق إلى المدينة لا في المدينة ذاتها، وذلك عندما يصاب الراحلون، وهذا غالباً ما يحدث، بخيبة أمل عند الوصول، ليفيقوا على طريق رجعة متعثر بأحلامهم المبعثرة على الشطان وسكك الحديد وشبابيك بيع تذاكر السفر. إنه إذن العربي المشرد بين البوادي والحبيبات والسياسات والأوطان والأنظمة والسجون، العربي الذي يقضي أكثر من نصف عمره معلقاً بذيول الطائرات والقطارات والأمنيات، باحثاً عن وطنه، عن ذاته، عن ماضيه وعن مستقبله، وعن أشياء كثيرة ضيعها في دهاليز القصور الرئاسية والملكية وردهات السياسة العابثة. وتتمثل المفارقة والمأساة كذلك في أن هذا العربي يفارق الأحبة بحثاً عنهم، ويذهب للمنافي ليسألها عن وطنه الذي تفلت من بين أصابعه، ويترك الأصدقاء ليلتقيهم في مطار صاخب أو محطة قطار مجهولة. ربما كان يبحث عن ذاته الضائعة، ربما عن تاريخ غرب مع شمس ذهبت وراء الجبال البعيدة ولم تعد، ربما أراد أن يجد نفسه في العدم، أو أراد أن يعيش في قلب الموت، أو أن يجد ضالته في متاهة حياته التي يكتنفها الكثير من الغموض والبؤس والسياط والسجون والنياشين والرصاص والطوائف والميليشيات. واليوم ترحل آلاف القصائد وطيور الكناري والأدمغة والشعراء والكتاب والصحفيون والعلماء والمخترعون العرب إلى الضفاف البعيدة، حيث يغامر المهاجرون في عبور البحار العالية علهم يجدون أحلامهم على الشاطئ الآخر إذا نجوا من قراصنة البحار وأمواجها القاتلة، في رحلة البحث عن مدن لا تنام وأوطان لا تموت. يتحدث موقع يمن الغد عن نوع جديد من أنواع الغناء، ويحاول الاستمرار في اليمن وسط تحديات كبيرة، فحاليا لا صوت أعلى من زوامل وأناشيد الموت والحرب.
ولكن هل يتمكن الرابو من الصمود؟ يتحدث الموقع عن أحد المهتمين بتطوير هذا النوع من الغناء ويقول إن عبود أحمد شاب يغني الراب في فرقة خاصة يعمل على إنتاج أغنية بشكل ذاتي من بين حيطان غرفته وعلى حاسوبه الشخصي، وأصدر العديد من أغانيه. في أحد أحياء العاصمة صنعاء يقف عبود متشوقا للغناء ويقول لقد أعجبت بهذا الفن لأنه منفتح على كل الاختيارات، فمن خلاله نستطيع الغناء عن أي شيء دون تكلف أو تكليف أو عناء، والهدف إيصال رسالة واضحة إلا أن جمهورنا قليل جدا في اليمن. يقول عبود الذي كون مع اثنين من أصدقائه فرقة راب أسماها ميليشيز، كنت أذهب لحفلات كثيرة وأحاول أن أثبت نفسي بشتى الطرق لإظهار قدراتي في غناء الراب. بعد غناء طويل سجلت أول أغنية في 2013 بإمكانيات متواضعة جدا وخبرة تكاد تكون معدومة، لكنني حاولت فعل شيء ما لإبراز هذا الفن في مجتمعنا. ويضيف: واجهت انتقادات من قبل مستمعين، ولكنها انتقادات للفن كونه تقليدا لدول غربية، ولكن كل هذه الانتقادات لم تمنعني من الاستمرار في الغناء. أما عازف العود لؤي المطري فيرى أن هذا النوع من الغناء غير واضح للمستمع اليمني، وربما يفهمه بعض من يتحدثون الإنجليزية بسبب سرعة الكلمات والأداء، ولهذا ليس له جمهور كبير في اليمن. ما زالت المناطق اليمنية التي توقف القتال فيها مليئة في معظمها بالألغام بحسب صحيفة العرب الجديد، الأمر الذي يحد من عودة كثيرين من أهلها إلى منازلهم هناك. سامي عبد العالم من سكان مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة والتي انتهى القتال فيها، لكن ذلك لم يشجعه على العودة. يقول: إن المناطق المحيطة بقرية مليئة بالألغام، لذا أفضل البقاء نازحا حتى تزال الألغام، فثمة أشخاص عادوا فأصيبوا بإعاقات من جراء انفجار ألغام بهم. في تعز أصيبت فاطمة قائد جراء انفجار لغم أرضي بجوار منزلها في قرية القوز، ويقول والدها إن قدمها اليسرى بترت بينما أصيبت قدمها اليمنى بتشوهات جراء انفجار لغم أرضي، ويضيف أنها كانت ترعى الأغنام في أحد الجبال القريبة من المنازل، ولكن نظن أن آثار الحرب انتهت إلى غير رجعة، لكنها ما زالت تلاحقنا وها هي ابنتي مقعدة وغير قادرة على الحركة والعمل كالسابق. أطفال في حدائق الجوع، تحت هذا العنوان كتب عبد المؤمن ميسري في الصحوة نت، ويقول الكاتب في أجزاء من المقال: قبل ما يزيد على عقد من الزمان كان اليمنيون يستغربون من تلك الصور التي تريدهم عبر وسائل الإعلام من القارة السمراء لأطفال في عمر الزهور وهم حفاة عراة يحتضرون جوعاً، وكان الكثير منهم يتساءل إلى هذا الحد فقدت الإنسانية ضميرها. وقتها كان أغلب اليمنيين يعيشون عيشة الكفاف مستورين على أمل أن يكون الغد أفضل، خاصة وأن مؤشرات التنمية تبشر بخير لا محالة. فاليمن غني بثرواته ويمتلك من عوامل الرفاهية والرخاء الكثير، واليوم وقع ما لم يكن في الحسبان، وأصبح لليمنيين حيز في ألبوم تلك الصور الجائعة التي كشفت في كثير منها عن أطفال يئنون تحت مطارق الجوع يتلفتون يمنة ويسرة، وليس إلا الفراغ القاتل والسكون الذابح. ومن المهم هنا التأكيد على أن جائحة المجاعة أكبر بكثير مما تتحدث عنه القنوات الفضائية، بل إن هناك قصصا يتناقلها الناس عن مآلات كثيرة من الأسر في مطاحن الجوع تكاد لا تصدق. وإن كان الإعلام قد ركز في كثير من تناولاته على الجوع في محافظة الحديدة مما أعطى انطباعاً بأنه محصور هناك ليس إلا، فإن الحقيقة الذابحة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن اليمن من أقصاه إلى أقصاه يعيش مجاعة خانقة، وخاصة في تلك الأرياف النائية التي لا تصلها المساعدات، وإن وصلتها فإن هناك اعتبارات غير عادلة تدخل في عملية التوزيع من قبل القائمين في ظل غياب كافة أنواع الرقابة والمحاسبة.
إلى الصحافة الفرنسية، حيث نطالع في الشأن اليمني من صحيفة فرانسوار بأن الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وصل اليمن. الزيارة تأتي مع تصاعد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة فأن زيارة مارك لوكاك ستستمر لمدة 3 أيام كي يتأكد بنفسه مما وصفته الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي تسببت بوقوع حوالي 10,000 قتيل على الأقل، وما لا يقل عن 14 مليون شخص نزحوا وأصبحوا في مرحلة ما قبل المجاعة. ويعتزم لوكاك الذي كانت آخر زيارة له لليمن في أكتوبر عام 2017 الاجتماع مع مسؤولين محليين في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون ومدينة عدن التي تسيطر عليها الحكومة. وكثف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مؤخرا محادثاته مع جميع أطراف النزاع لإقناعهم بالمشاركة في السويد على موعد يتم تحديده رسميا في محادثات السلام. احتفلت المرأة بيوم مناهضة العنف ضد المرأة في روجافا شمال شرقية سوريا بتجربة فريدة حققتها النساء الملقبات بنساء أمازونيات، وهي إنشاء قرية خاصة بالنساء تحت اسم جينوار، وعنونت شبكة البي بي سي قرية للنساء فقط شمالية سوريا. النساء اللائي بنين هذه القرية ينتمين لمختلف المنظمات النسوية الموجودة في نواحي محافظة الحسكة، وقد اقترحنا فكرة المشروع منذ عام 2015، ووافقت عليه هيئات تعنى بالمرأة في روجافا بعد عام من الاجتماعات التي تتعلق بآلية تأسيس قرية كهذه. ووضع حجر الأساس لهذه القرية في مارس آذار عام 2017، وافتتحت رسميا في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة. وتقول روميت هافال المشرفة على القرية إنها أول تجربة من نوعها في سوريا والشرق الأوسط، ونرحب بكل راغبة في العيش فيها بغض النظر عن قوميتها ودينها وطائفتها. قامت النساء واللواتي يعملن في إعمار القرية بصناعة اللبنات أو القرميد الطيني، مستفيدنا من توفير المواد الخام في المنطقة. كما زرعت مجموعات أخرى الأشجار بدلا من بناء الجدران كسياج حول القرية لتكون صديقة للبيئة. تقول البي بي سي لهذه القرية وحدات حماية من الشرطات الشابات اللواتي تتمثل مهمتهن في حماية القرية من أي عنصر دخيل. المشرفة على القرية قالت هذا ليس فصل بين الرجال والمرأة، بل هو مكان آمن لحماية النساء اللواتي فقدن معيلهن في الحرب، أو الأرامل أو الأمهات الوحيدات اللواتي يقع على كاهلهن تربية أطفالهن. ويعلق الموقع: يحق للرجال زيارة أقاربهم في هذه القرية دون السماح لهم بالإقامة فيها. خلف كل صورة خبر وحدث مهم، كما تقول الجاردن البريطانية التي نشرت عددا من الصور للتعبير عن الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم. نتابع. للأفكار أجنحة كثيرة كي تحلق وتطير عاليا، ومن بين هذه الأجنحة الألوان والأشكال التي يجمعها الكاريكاتير ليقول أشياء كثيرة في مساحة صغيرة ومحدودة. نتابع ماذا تقول لنا الريشة اليوم.
وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.